سيادنا السلام عليكم. لا اله الا الله محمد رسول الله. اسمعوا يا عباد الله، ما تسمعوا الا كلام الخير. باش تاخذ الافاده غادي نعاود لك قصه حميده. هي قصه وحده، كيف الاول كيف الاخير، مين ما بغيتي تبدا. واحد النهار كيف العاده مشيت لسوق الخميس باش نتقدى، وقلت بسم الله باش نبدا. مشيت للقرنة باش ناخذ الحمايه للوليدات، راكم عارفين كنفرح وليداتي من السوق للسوق. واش غادي نقول لكم؟ ايوا مول الكرعين حميده، مول الدوار حميده، مول الكفته حميده، مول الصندوق حميده، وقال مول القرنة حتى هو حميده. ما عليناش، مشيت نجيب شويه ديال القوت باش ندوز السيمانه. ونلقى عاود مول الدقيق حميده، مول السكر حميده، مول الزيت حميده، مول الصندوق بطبيعه الحال حميده، ومول القيطون كامل حميده. سبحان الله. ايوا ضرني الجوع، وقلت نمشي ناكل شي شفنجات مع اتاي. ونلقى عاوتاني الشفنجي حميده، اللي كيعمر اتاي حميده، اللي كيسرب حميده، وطبيعه الحال مول الصندوق حتى هو حميده. ما علينا، توحشت الجلسه مع صحابي، وقلت نمشي نلعب شويه ديال الروندا. ولا لقاش كل لعاب حميده والرشام حميده. يا سيدي اللعاب حميده والرشام حميده، انا ما فهمت والو. انا وخليت الحمارة حشاكم في فندق الحمير، قلت ياك ما جاب لينا شي دحش ولا دحشة نعاونو بيه الزمان. قالوا لي خاصك تخلص على الحمارة. قلت ليهم علاش؟ قالوا القايد حميدة عنده بواحد وحق الاستغلال ديال الفندق، وزيدون الحمير اللي في هذا الفندق هذا كاملين ديال الحميدة. والعفو يا مولانا، حميدة حتتبعو في كل شيء، الحاجة اللي شافها ديال واللي ما شافهاش عنده فيها النص.